السلام عليكم. اليوم في شي واد ام وايد ان شاء الله. حبيت ندير لكم مشوق باللوز، يعني هنا يعني حبيت نلبي طلبات بعض الاخوات اللي يحبوا الحلوى باللوز. اللي ما لا راح ندير لكم حلوى باللوز، لكن مقاديرها قليله، يعني ما من الاخوات يعني يقدروا يجربوها. واش راح نحتاج؟ يعني راح ندير لكم يعني نوع جديد يعني بذوق فريز يجي هايل هذا المشوق هذا، يعني بريزونطابل بزاف خاصه اللي يحبوا الحلويات تاع اللوز. وهنا انا على بالي كاين اللي يسالوني اسكو نقدروا نبدلوها بالكاوكاو، يعني نقول لكم ماشي كيف كيف الكاوكاو واللوز، يعني الكاوكاو عنده ذوق وحده واللوز عنده ذوق وحده، يعني ماشي حيعطيك نفس النتيجه، لانه الكاوكاو كيتشم خيه يتنفخ يشرب، يعني الكاوكاو صاريلو يعني هو يعني من البقوليات، هو مش مكسرات، على هذا كيشرب يتنفخ، لكن اللوز كيشرب ما يتنفخش، يبقى هو هو. نتمنى انكم تفهموني في هذه المعلومه. فقط انا حبيت ندير لكم اللوز فقط باش نلبي بعض الرغبات. واش راح نحتاج انا في هذا المشوبك هذا؟ انا استعملت هنا 200 غرام تاع اللوز، على هذا اللي قلت لكم يعني تقدروا تشروه وتقدروا تجربوه، مش راح نديروا كيلو كامل يعني اللي يخلعكم. 200 غرام فقط تاع اللوز اللي نطحنوه رطب كما رانا نشوفوا، لازم نطحنوه رقيق بزاف كما رانا نشوفوا بهذه الطريقه. هذا اللوز عادي يعني بلا قشور، يعني ما تحمصوهش ولا بلا قشور، نطحنوه رطب بزاف. راح نحتاج 3 مغارف كبار تاع الحسن عسيله يعني اللي تتباع، انا استعملت المرجان هنوريها لكم، هذه هي. اول اللي عندها الميزان دير 50 غرام تاع العسل. هنا عندي حوالي مغرف كبيره ونص تاع السكر كلاسي اللي هو 30 غرام. راح نحتاج هنا مغرف صغيره تاع خميره الحلوه، واللوز حوالي 100 الى 150 غرام، حوالي 100 غرام تكفينا تاع اللوز، مطحون خشين كما رانا نشوفوا. انا هنا راح ندير لاغوم تاع الفراز، هذا لاغوم يجي فيه اغوم ويجي فيه الكولورون. هنا اللي ما عندهاش تقدر دير غير الكولورون ودير لافاني، هنا نقدروا، لكن الا عندكم هذا راه يتباع يعني راه متواجد في المحلات، نستعملوا هذايا. ندوزو مباشرة لطريقة التحضير. نحط اللوز تاعي الرطب، بالطريقة. إذا نزيد عليه السكر كلاسي، نزيد عليه مغرفة صغيرة تاع خميرة الحلوى، شوفوا شحال صغيرة يعني تاع لاتاي هاد المغرفة، ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلوى، وندير هذا في العسل. هنا نسيت في المكونات بيضة، لازم نديرو حبة بيض، نسيت ما حطيتها لكم مع المقادير. هذاك البيض نلمو به المشوك تاعنا. اذا ندير بهذه الطريقة، اذا نخلطو مليح. اذا هنا درت البيضة هنايا، نخلطها مليح بالفرشيطة، يعني ممكن ما نديروهاش كامله، احيانا تكون بيضه كبيره او بيضه صغيره، نخلطها وندير ونشوف الا كفاتني ما شاء الله اللهم بارك. هذا نخليه على جهه للتزيين، نبدا نخلط في هذه المقادير تاع الحسل واللوز والسكر كلاسي ولا ليفور والخميره تاع الحلوه. اذا نخلطهم مليح. هنا الحلوه تاعنا ما نخافوهاش تجينا يابسه، لانه ما فيهاش سكر عادي هذا المشوبك هذا. اليوم راح ندير لكم كميه قليله فقط هكذا باش الاخوات اللي يحبوا اللوز ما يزحفوش علينا، ما يزحفوش على ام والد. اذا هنايا واش ندير؟ نبدا ندير في البيض غير بشويه، هنا ما ديريهاش كامل، لانه الا جرات لك ماكش راح تقدري تصلحي الغرض تاع العجينه تاعنا. هنا راني نخلط، عيقيت تلملي، اذا ماشي راح ندير البيضه كامله، نزيد واحد شويه فقط. ما قلت لكم هنا ردوا بالكم، الا درتوا البيض كامل مش راح تقدري تصلحي الغرض تاعك. ها هي تلمت، غير تتلم نحبس التخلاط، نحبس عفوا ما نزيدش البيض. ها هي ولات العجينه. الان واش راح ندير؟
اذا هنا راح ندير شويه تاع لاغوم تاع الفخاز كما قلت لكم، فيه الملون وفيه لاغوم. هنا ندير بشويه ونشوف، ديروا غير بشويه وشوفوا اذا العجينه تاعنا تلونت نحبسو. هنا راح نحبس، ما نزيدش لاغوم. بهذه الطريقة راح نحبس ونبدا نشكل في الحلوة تاعي. من هنا حنبدا نشكل المشوك تاعي، ندير شوية ما في يدي لأنه كما نعرفوا تتلصق شوية. نحكم ندير كرة صغيرة، هنا الكبر كيما حبيتو، يجينا صغار يجونا شابين أحسن. اذا نكورهم بهذه الطريقه ونديرهم في اللوز يكون خشين كما نشوفوا. هنا الا حبيتوه عادي تقدروا ما ديروش هذاك تاع الفراز، هذاك تقدروا تستغناو عليه. اذا ونحطو لازم بابي دو كويسون لانه كما نعرفوا هاد الحلويات يلصقوا، ولي ما عندهاش تقدر دير عادي تكتر الفرينه شويه فقط في الفلومول تاعها. اذا انا حنكمل الحبات تاوعي كاملين، يعني راح دير لنا حوالي 20 حبه. هاد الكميه تقطع لنا حوالي 20 حبه كما نشوفوا بهذه الطريقه. اذا انا حنكمل العمليه ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا اللي كملت الحبات تاعي تاع المشوك، يعني ما درتليش كامل اللوز اللي طحنته، يعني تدي لك حوالي يعني 80 غرام ولا تاع اللوز مطحون، ماشي كميه كبيره. واش راح ندير؟ نحكم ان ستيلو وندير ثقبه في الوسط تاع المشوك تاعي بهذه الطريقه. هذيك الثقبه واش راح ندير فيها؟ هنايا راح ندير فيها شويه تاع المعجون تاع الفخاز. هنا اللي ما عندهاش المعجون تاع الفخاز واش دير؟ تقدري تحكمي المعجون تاع العادي تاع المشمش، ديرو شويه كولورون يولي لنا غوص، او تقدري ترشقي حبات تاع اللوز كاملين، يعني عادي. هنا ماكش مجبره بهذه الطريقه، كما قلت لكم تقدروا ديروهم عادي بلا فاني ولا من مبشور القارص، وديروا حبات لوز كاملين. اذا نحكم انا عندي المعجون تاع الفخاذ اللي كنت جهزته من قبل معاكم، ونعمر هذوك الثقاب، يعني مش راح يدينا بزاف لانه الحلوه تاعنا صغيره. اذا نعمر هذوك الثقاب بالمعجون تاع الفخاذ تاعنا كما قلت لكم، لا غرجيره وعاد المشوك هدايا. نتمنى انكم تجربوه. اذا راح نكمل نعمر المشوك تاعي، والطريقه تاع الطهي تاعو كيفاش. انا كي بديت نخدم فيه درت الكوشه تاعي تسخن على 160 180 درجه، يعني الفوق ما يكونش سخون بزاف، والوقت تاعو 12 دقيقه فقط، يعني ما تزيدولوش فوق 12 دقيقه ونحوه. حسبوا له 12 دقيقه ونحوه فقط، يعني والا راح تجيكم الحلوه تاعكم يابسه. نتمنى انكم يعني تطبقوا الوصفات بالدقه، لانه كاين بزاف يعني يعطوني دي كومونتير اللي ما ينجحوا لهمش. هذا يعني العيب ماشي فيا انا، لان انا درت قدامكم الوصفه وشفتوها كيفاش خرجت، لازم تطبقوا وتاخذوا بعين الاعتبار يعني لي زاستوس اللي نعطيهم لكم. اذا انا راح نكمل الحلوه تاعي نعمرها ونديرها على 160 درجه لمده 12 دقيقه فقط ونحيها. اذا ها هو المشوك تاعي 12 دقيقه فقط في الكوشه، ناكد لكم 12 دقيقه على 160 درجه حتى 180 درجه. كي تخرجيها من الكوشه هاي الحبه تاع العريش المشوك تاعنا راهي طريه بزاف، اذا نخرجوها ونخلوهم حتى يبردوا تماما باش نحوهم. اذا ها هو المشوك تاعي بعد ما برد، حتى يبرد تماما باش تنحوهم السنيوات تاعكم وديروه في دي كيسات كيما حبيتو حسب الرغبه تاعكم. اذا حنوريكم حبه هنايا في يدي، شوفوا داك المشوك يجي طري يعني ما يجيش يابس. نقسم لكم حبه على اثنين باش تشوفوا كيفاش جانا، شوفوا كيفاش جا.
يجي معسل في القلب تاعو، يجي ما شاء الله. هذا المشوق هذا نتمنى انكم تجربوه وتعجبكم هذه الوصفة ان شاء الله بإذن الله. هذا تحت طلب رغبات بعض الاخوات اللي يحبوا الحلوى باللوز. ها هو المشوق تاعنا، يعني بالفراز والمعجون تاع الفراز. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم، ولا عجبتكم ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في القناة حتى يصلكم الجديد. وإلى الملتقى إن شاء الله.